السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسمع إن شاء الله تعالى مع بعض دريل كهربائي أو شنيور زي ما بسميه البعض. دريل طبعا للبلاستيك، للدوائر الإلكترونية، للخشب البسيط ممكن نستعمله. راح نستعمل بالدريل اللي هو المحول أو الدينامو الصغير بالألعاب الأطفال. طبعا في أكثر من حجم، اي حجم يكون مناسب، يعني اي حجم بيشتغل معنا ان شاء الله، لكن كل ما كان اكبر كل ما كان افضل عشان قوة الدريل. راح نستخدم للتوصيل قطعة توصيل كهربائي، هاي هي يعني هاي القطعة، راح نقص واحدة منهم وراح افرجيكم الان، وراح نستخدمها بالشنيور او الدريل. هاي ريشة راح نركبها هون على الدينامو، او اذا عندكم برغي، يعني برغي طويل مناسب، راح نحطه محل الريشة صغيرة اذا ما عندكم ريشة صغيرة، وبيمشي الحال. خليكم معنا. طبعا هاي القطعة اللي بتهمنا من قطعة التوصيل الكهربائي، اللي بدي اللي داخلها الحديد اللي داخلها. الآن استخرجنا هاي القطعة اللي بدنا إياها للشنيورة أو الدريل. قدامكم الشنيورة والدريل الصغير اللي عملناه، وراح نجربه على الكرتون الآن والبلاستيك قدامكم. خلينا نشوف مع بعض. طبعا لون الكرتون عندنا تخين عشان هيك بحتاج وقت اكبر، اخترقه بكل سهولة. الان عندنا بلاستيك راح نخترقها بارضنا ايضا بالشنيور او الدريل. خلينا نشوف مع بعض. يعني ثقب ممتاز كثير، يعني حلو للأدوات الكهربائية، الأدوات الإلكترونية، راح يساعدكم كثير.